2004 عضوا بمجلس الاداره مع الكابتن حسن حمدي كواليس الترشح والنجاح، لان ساعتها كانت الانتخابات شرسه في هذا التوقيت. الانتخابات كانت قويه جدا وكابتن حسن بنفس التسلسل الطبيعي لكل انتخابات حط قائمه وكان عليها نقاشات وخلافات ومين هيدخل مين هيخرج، وكان في مجموعه قعد مع لجنه الحكمه اللي حضرتك تعرفها كويس اللي دائما بنلجا لها بصوره استشاريه لرئيس النادي او راس القائمه اللي بيختار، ولم يتم اختياري في المجموعه دي ودخلت المجلس بالتعيين بالظبط. كنت انا ساعتها في ثلاثه معينين، كان مستشار محمود فهمي ربنا يديله الصحه الرجل العظيم الجميل طبعاً. العاشق للنادي الاهلي قام طبعا محدش مش انا اللي هتكلم عليها. السيد الفاضل ياسين منصور اللي هو رئيس شركه كره القدم في النادي الاهلي حاليا في الفتره الحاليه، وانا شرفت ان انا اكون معاك. كانت مفاجاه بالنسبه لك ان حضرتك تتعين في المجلس؟ كانت مصدر فخر ان انا طبعا التعيين برضو ما كانش فيه كتير حد في سن صغير بيتعين في المجلس في التعيين انا اقصد، لكن الحمد لله شرفني كابتن حسن بالاختيار. قعدت دورتين في المجلس في الوقت ده؟ قعدت دوره واحده بس كانت دوره طويله من 2004 ل 2009 وعدت بعد كده لرئاسه اللجنه الطبيه من 2009 تاني باختيار كابتن حسن برضو وكملنا بقى